بمشاركة أخي جهاد. وحبينا نوضح لكم أن هذا الفيديو ليس في الواقع وإنما تم تعديله بواسطة المونتاج، وهدفنا منه إيصال رسالة إليكم، ونتمنى أن رسالتنا واضحة. عزيزي المشاهد، دام أنك وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، لا تحرمنا من زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يوصلك كل جديد، وتعليق على ذوقك. نحن نقرأ جميع التعليقات. وقبل أن أقول لكم تحياتي، شارك الحلقة إلى جميع أصدقائك. تحياتي لكم. احفظ اليمن وأهلها، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره.